السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل سباق الخيول يوم الغد يوم الحد في الكانتي ديالنا ديال باري فانسن، اللي غادي يكون في المسافة ديال الماراثون 4150 في آخر لي غران بري ديال باري فانسن، اللي غيكون في البري دو باري 4150. بالنسبة لإخوان الكورسة ديالنا راه غادا تكون جميع الخيول غادا تكون عندها الحدود ديالها غدا إن شاء الله. كما غنشوفو إيريك رافا غيركب لينا على أصغر عود في الكاتيجوري، هو إيدز دولار ماكر، واحد العود اللي صراحة غيكون فافوري من الخيول، غيكون غادي بعشرة نورمالمون، جوج غوتسيا دورو، واحد العود اللي هو إيطالي غيدير لينا هاد الكاتيجوري لأول مرة، غادي ب45. وكاين الرقم ثلاثة اللي غيشونجي الكاتيجوري، تروازيام غادي ب25، والربعة بيجون بي بي بوفور، عود اللي تيعرف هاد الكاتيجوري هادي غادي يكون غادي ب27 رقم 4. وكاين رقم 5 إنماروزا، رقم 6 عفوا، بازير غيكون راكب لينا على كاناي دو بانفيل رقم 5، ورقم 6 غادي يكون إنماروزا رقم ديال ليو أبريفار، اللي دارت لينا ديسكاليفي في آخر كورساف، وقيلا تنظن أنا كانت في البريد أمريكان دارت لينا ديسكاليفي. و الرقم 7 واحد العود اللي هو سويدي، وكاين الرقم 8 الجران فافوري، تنظن ان العود اللي ديسكاليفي لينا في اخر كورسا ديسكاليفي، وكاين رقم 9 ديليسي ديال لا كورس، رقم 11. المهم الاخوان كما كيعرف الجميع بالنسبه لهاد الخيول هادي كما كنشوفو نبارطاجيو معكم لو بوس ديال لاكورس، غيكون 11 هو اوكايدو جيال هو الرقم 11، والرقم 12 عود لي اجي غيكون في نون سيتي ديال لاكورس رقم 12، رقم 13 باور ديال بيرغ، رقم 14 على ما اظن غيكون العود ديال بيرترون لوبلير ديابلو دي فيفيير، والرقم 15 غادي يكون اما بي ام سي ام فرانك نيفار، والسايز غيكون الهوكير بيري. هادو هما 16 الخيول المشاركه كما كنشوفوا، 10 11 10 15 16 11 1 8 3 5 13. بالنسبه للملاحظه الاخوان كما كنشوفوا هنايا، راه جميع نحاولوا نشوفوا نوريكم الفرنش شوفالتيف، عندها 8 15 11 16 وعندها 10 الواحد اتس دولار ماكر اصغر الخيول، كاين رقم 6 ان ماروزا رقم 6، وكاين رقم 5 جون ميشيل بازير 7، كاين 2 كاين 13، وكاين اخر عود هو الدوز. بالنسبه للدوسير كاتر الاخوان غيكون 10 وال 11 وال 8 وال 15، والفافوري ديال لاكورس غيكون ال 15 وغادي باطي ال 11 اما بي ام سي ام، والدوسير كات كما كنشوفوا الاخوان، الشوفه اللي كنشوف فيها انايا نورمالمون غيكون فيها 8 11، هي التوقع ديالي اللي غيكون فيها 8 11. نون سيتي ديالنا غيكون 3، هو العود ديالي اللي تنقول انا، لان غالبا في هاد الكاتيجوري هادي كيجيبوا لينا واحد العود ديال الكاتيجوري كتكون طايحه هابطه عنده الكاتيجوري، ولكن تيدير المفاجأة. المهم الطروارة هو الاوتسايدر. بالنسبة للبرونوستيك ديالنا الاخوان كما كتشوفوا الاخوان، غادي نخلي ما غاديش فقط اللي بغيت ناكد عليها هي ان الدوسير كات فيها 10 11 8 15، الا كانوا غيكونوا هاد الجوج ربما غيكون عند ال 8 وعند ال 11. اوكايدو جيال عود اتونتيست، ولكن عنده لافينيش اقوى، احسن عود في لافينيش هو ال 11 اوكايدو جيال. الويت غيكون كعود ديسكاليفا لينا اخر كورسا، غادي يكون تنظن انا هاد العود وقيله ديسكاليفا في البريد امريك، غيكون جواب الاخوان هاد رقم 8 ويت 11 باز. تنظن ان الخيول اللي تقدر نعولوا عليها هو ايتس دولار ماكر، يعني 11 ويت ان، ونمشيو ندخلو عند الخيول ديالنا، كاين ال 15 كاين ال 16
كاين الديس، كاين السانك، كاين الطروا، وكاين الرقم 4. اتونسيون من بي بي بوفور، عاود اللي تا هو اتونتيست ولكن لا ديستانس طويله غادا تجي معاه. هذا هو اللعب ديالي الاخوان. جوج ديال الخيول في دو سيركات 11 ويت، وعاود في السيزيام ديال الفرنش اوفرتير في واللاس، يعني 11 ويت ان اس، ونديرو التدويره ديالنا ونخليو داك الطروا الاخوان في اتونسيون. 3 4 3 4 يقدروا يكونوا هما المفاجات ديال لاكورس. هادشي اللي بان ليا الاخوان بالنسبه الكانتي ان شاء الله ديال غدا ديال العشيه. ان شاء الله غادي نحاول نحطوه بكري، ونتمنوا الخير للجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه. فيديو قادم بحول الله.